السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. النهاردة يا جماعة جايين نتكلم عن هاني شاكر نقيب المهن المهندسية البتنجانية المقلية اللي منع حسن شاكوش باشا وعمر كمال بيه من الغنى. وطبعا لو انت عايز تعرف السبب الحقيقي، لو انت داخل عشان تعرف السبب الحقيقي، فالسبب الحقيقي يا معلم ان امي وهي قاعدة تتفرج على الفيديو، السبب الحقيقي اللي خلى يعني استاذ هاني شاكر العظيم الكبير امير الاحزان واسير الـ الجروح. ما بحبش هاني شاكر اصلا، ما بحبش اغانيه يعني، الناس تعرف شخصيته مش ناقصه ايه ده. المهم لقيت امي بتند عليا بتقول لي الحق اسمع الاغنيه اللي انت بتحبها، هي العيال اللي بتغني شعبي هم في الاستاد. طبعا بتتفرج على الحفله، فبقول لها هم دول اللي مش عارف ايه وبتاع وايه، وقعدت احكي شويه كده. قالت لي هاني شاكر رد فعله ايه كده، فانا قلت لها هتلاقيه متضايق طبعا ولا فرحان ولا ايا يكن، ما علينا. فبعدها بشويه كده قطعوا، فبقلب لقيت هاني شاكر في نفس اليوم عامل حفله في الاوبرا. فانا بقول لها شفتي اما حسن شاكوش وعمر كمال، عمر كمال عاملين حفلة في الاستاد وسط 90,000 واحد، وهاني شاكر مفيش 5-6 آلاف واحد. فالموضوع غيرة فنية استاذ هاني شاكر، انت بتغير من ان العيال دي عملت فلوس، حسن شاكوش عمل فلوس بتاريخك كله اعتقد يعني هذا. الذوق العام، ذوق عام مين يابا؟ انا لسه بضرب 10 لحد دلوقتي. ذوق عام مين؟ صلي على النبي في قلبك. فيعني انا ما اعرفش، انت بتقطع رزق ناس حتى لو بياخدوا مليارات، فانت بتقطع رزقهم اللي هو اصلا مش بايدك تقطعه. فبس كده كده هنسمعه. وانت سمعتك في مداخله بتقول اليوتيوب مش تقييم مشاهدات. لا يا باشا، اليوتيوب تقييم مشاهدات، واليوتيوب مؤثر اكتر من اسم حضرتك. انا ممكن اعمل فيديو دلوقتي وانا محدش يعرفني، الفيديو ده يعدي شهرة هاني شاكر طبعا. يعني هاني شاكر معروف للاجيال القديمه، الاجيال الجديده عارفه اسم بس كده. بس يعني ده رأيي في الموضوع. كده كده هما شغالين، اشتغلوا بره اشتغلوا جوه، فاللي يعني القرار دوت يعني كده كده هنسمع يعني حسن شاكوش. ما هو هيتوقفوا حفلات ويتوقفوا حاجات، بس مش مهم، ما شغلناش. اما حاجه احنا عايشين وبننبسط، فين ازازه البيره وجايبين بيره والدنيا جميله. بس لو عجبك الفيديو يا ريت لايك شير سبسكرايب، ما عجبكش الفيديو يا ريت تنزل تشتمني تحت في الكومنتات، عشان محتاجين نوصل $10,000 دخل شهري في اليوم. فكومنتات الشتيمة دي هتساعدني جدا ان انا اجيب $10,000 في الشهر. يلا سلام.